What's cooking مع دلال ووصفة جديدة لليوم. دلال بونجور. هاي رانيا. مثال سيدة المنزل الناجحة، الأم الناجحة دلال. يعني اليوم هيك عن جد كثير حلو أن نرجع نتذكر قد إيه نحن كل شخص منا عم يجرب يقوم بعمل هيك مقاوم على طريقته بلبنان. أنا قد ما في رانيا تنحكي الحديث اللي حكيتوه إنه عم بقرب من الناس، يعني عم بجرب قد ما في اشتغل وصفات كل حدا عم يحضرنا يكون عنده المكونات بقلب البيت، وبتعرفي المكونات مش غالية كمان لنكون قريبين، بس في مينيمم، يعني في أوقات بنضطر انه مثل هلا اليوم عامله فيليه سمك، بما انه السمك ارخص من اللحمه حقيقه صار هالايامات، فحبيت هيك اعطي فكره جديده للسمك. هي اللي بوكبني منا جديده لانه على طول بنعملها، بس بما انه عندي اولاد وبعرف انه اولادي ما بياكلوا فيليه سمك بيعذبوني، اليوم شو بعمل؟ حبيت وصل هالفكره. انا بشتغلهم بلطهم بالكورن فليكس والطحين. اليوم وصلنا اليوم وصلتنا هي السمك الباني اللي بدنا نشتغله بالفرن، ويوم حبيت اشتغل برغل بالبندوره مثل ما خبرت. حدون يعني؟ حدون هيك سهله سريعه، بس بدنا نضيف لها شويه من الجوز بالاضافه. دلال فرجيني ايدك شوي. هيدي امبارح. فرجونا ايد دلال شوي. هيدي دلال. هيدي ست البيت بتضلها محروقه. فرجينا. اكيد يعني اذا ما في حروقات كلني حروقات. انتبهي يا دلال. شو بدي اعمل؟ بدنا نشوه لك جمالك كمان. مجبوره لانه يعني انا عم شيل الرمكة من قلب الفرن لطشت بقى سلامة قلبي على طول، يعني معروفة بالحروقات. خليني هيك رانيا خلينا بفهم من كلامك انه في قلي؟ ايه في تلبية. طب انا شفتكم هلا بس خليني معني وبرجع على التيستينج. بدي اقول انه انا سبت واحد وقتها بطلع وبطلع السبت بعمل ديسير، واذا قدرت انه اذا اضطريت انه اطلع الاحد كمان بعمل ديسير، بس اليوم شرفا لك لانه بعرف انه رانيا ما بتحب الدسر، ما عملت السمك، عملت السلي، القصص يلي انت بتحبيها. اذا هيك رح ضل لك. لو لوحنا بدك تحملي اليوم، ما حنلوح كثير. خليني اقول للمشاهدين انه اليوم عم بحكي على كيلو من فيليه السمك، مش سمكه جاهزه، فيليه. جبت الفيليات وضعت لهم الملح بهار الابيض، انا شخصيا ما بغسلهم، في كثير ناس بغسلوهم. ببول في عندي بيض، اليوم عندي اربع بيض كاملين، ضفت لهم رشه من الملح بهار الابيض، حطيت لهم شويه من زعتر الاخضر كمان. في عندي كمان طحين يلي كمان ضفت شويه من الزعتر للطحين، زعتر الاخضر، زعتر المنقوشه بيعطي هيك نكهه. وعلى جنب ختامها مزيج من شويه من الطحين مع الكورن فليكس. بتعرفي اوقات انا بلك بس بالكورن فليكس بعملهم فاني بكونوا كثير طيبين، او مزيج الكعك مع الكورن فليكس مع شويه من حبه البركه والسمسم يلي بيعطوا نكهه. خلينا نحط شويه الكورن فليكس لكان الاساسي. بتكسريهم او بتتركيهم نفس لا الشيء؟ لا تركتهم مثل ما هن. فوالا بدي برومهم شوي مع الكعك. هون في عندي طحين وفي عندي بيض. بدي اعملهم بانيه، بدي اقول انه في اقليهم كمان رانيا، مش ضروري انه اعملهم بانيه بقلب الفرن. جبنا الفيليه ما قطعتها مثل ما هي، بدي بلش بالطحين. اكيد الفيليه حطيت لها ملح بهار ابيض. بدي احط لها طحين ليمسك عليها البيض. في اعملهم مره واثنين، هلا نحن حنكتفي بمره. بدي ارجع لتها بالبيض. هيدي وصفة انا بعمل كمان صدورة الدجاج بتكون كثير طيبة. يعني كل شيء بانيه ممكن ينعمل بنفس الطريقة دلال معناتها. بنفس الطريقة صح. خليني اقول كمان رانيا انه بقليهم، انا في اوقات كثير بقليهم، بس بفتكر هالايامات كل العالم عم تشوي بالفرن. لكن بيناتنا دلال ايه بعد ايه القلي غير شيء. بعد شو بدك تقولي؟ يعني بتمرق اوقات ماشي الحال. بتعرفي هلا بتذوقي ما بتحسي كثير دسامة. كل شيء قلي طيب. كل شيء بنقليه بكون كثير طيب. لكن هون عملنا ثلاث مراحل من بعد ما كنا حطينا الملح والبهار على السمك، حطينا بالطحين بيض وكمان هلا بالكل شيء كريسبي كنا نحن اوريدي محطين. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحطهم اكيد في رشه زيت بال حطينا شويه من زيت النباتي. يعني هون هلا بنرجع بنرش عليهم. بس هيدي فكره الكورن فليكس فظيعه.
طيب هالولاد بحبوا بدل ما نروح نشتري الكريسبي اللي بالكيس لحاله ونستعمله مره بيرجع بينتزع، فهون عم بيكون عندنا مكون موجود بالبيت وكل الاولاد بحبوه. فينا ما نحط اكيد حبه البركه، فينا ما نحط بس كورن فليكس بكعك بتفهم. حطينا طحين بيض، هلا تطلع قطعه فينا نعملها مرتين بالطحين والبيض. هلا البول شوي بده ينعمل ببول اوسع شوي، يمكن هون من الحواضر بس اتس اوكي دلال بعرف. مهم النية، مهم النية موجودة. بس البصلات ما فهمتهم انا، ما في ليكي ما في هون البصلات مع البرغل على بندورة تمام تحفة. احذري شو عملت لك اياهم شوي بير كمان كمان حلو. دلال على فكرة عصيرة البصل الأخضر، أنت مع الطبخ ببصل أخضر؟ إيه أنا بحب كثير كثير بس أكيد بده قلي أقل من البصل صح العادي. صح صح تلويحة أكيد. يعني تلويحة صغيرة كيفني معك أكيد. أكيد رانيا فوالا نبلش من البرغول. كل شيء بانيه طيب ارجع احط شويه الكورن برش عليهم والكعك للي ما طلع له يطلع له. بدي احمي الفرن وبدي ادخلهم على الفرن. احنا دجا حمينا الفرن يعني بعد عنا يمكن في لي وحده ما رح تساعد. ايه ما رح نعملها، هلا حننتقل نعملها. هلا كذا بدي اعملها بعد عادي برش دقاق. هلا بنرجع نعملها بعدين. خلينا ندخلهم على الفرن. قد ايه بدهم وقت؟ بدنا نقلب اكيد. ايه بدنا نقلب مش ضروري انا ما بقلب. اه هون عندنا لانه الفرن قوي فوق وتحت بقى مش ضروري انه نقلب. في ليه السمك ما بدهم كثير بالفرن رانيا لانه بصيروا يعلقوا مثل ما بيقولوا، بصيروا عسيل. ما بدنا نحطهم يعني عم نحكي تقريبا قد ايه دلال ربع ساعه ماكسيموم 10 مينوت ماكسيموم مش اكثر. اكيد انا عم بحكي على 180 درجه مش اكثر من هيك. حطينا الفيليات البانيه اللي اشتغلناهم بالكورن فليكس. اليوم بتقولي لي انا ما بدي اشتغل بالكورن فليكس، بقول لك بعملهم بانيه عادي يعني خلينا هيك نهونها. كعك لحاله، كعك شويه مع سمسم، حبه البركه، شو ما عندي في اشتغل فيهم ودخلتهم على الفرن. هلا بدي انتقل للبرغل البندورة. بعرف انه يمكن كل المشاهدين اللي عم يحضرونا بيعرفوا اكيد يعملوا، يمكن في منهم ما بيعرفوا. طيبة. ايه من اطيب الوصفات، من اطيب الوصفات اللبنانيه عن جد. اليوم حبيت اشتغل بالبصل جوانح يلي بدي لوحهم رانيا. سكري دينيكي بسكر النخيره. بصل اخضر، ثوم، بندوره. حبيت اشتغل بجوز، ضيف شوي من الجوز لنطلع شوي من العاده بالاضافه للبرغل. بدون حتى اليوم بالعزايم اذا عاملين باربيكيو او بجنينه او هيك حلو انه نعمل اكل اللبناني البرغل بندوره من الوصفات اللي كثير عن جد. انه شو بيفرق عن الريزوتو والكينوا وكل هالامور هيدي؟ واي نوت؟ لكن حطينا وزيت ياسمينة. برافو عليك. ايه زيت ياسمينة يلي ما بيفرقني. دلال دايما بتقلي بزيت الزيتون او ممكن تحطي ببعض الاحيان زيت نباتي او بتشجعي انه ينخلطوا؟ لانه انا باوقات اي ميكس زيتين. إيه لكن فينا نعمل الاثنين. انا شخصيا بحب زيت الزيتون، بحب كل الطبخات خاصة اللبنانية أو حيلا وصفة، أنا كثير على طول بقلب زيت الزيتون، ما بقلي بطاطا بزيت الزيتون، بس وقتها بدي لوح، يعني خلينا نقول للمشاهدين لوح يعني أنجأ قلي، قلي خفيف يعني. أنا بحط ملعقتين ثلاثة من زيت الزيتون. أنا بلوح هيك. أنت بتلوحي هيك، أنا بلوح هيك. بحب زيت الزيتون بالشغل وبترك الزيت النباتي للقلي. خليني اقول انه انا جبت برغل خشن، اليوم عم بحكي على كبايه يلي بدي لوحها مع البصل. برغل مكسور بتقول ماما، برغل الخشن كثير. ايه مكسور فينا. وهون رح نحط لكينا البصل، نلوحهم قليلا بقطيه ثوم بالبرغل على بندوره. ايه ثوم السلايسز من قصقصه الثوم هيك ثوم فرمني صغير شرح.
لكن خلينا نقول انه حطينا زيت زيتون، لوحنا بصله، رجعنا ضفنا ثوم. بتعرفي كل وصفه يعني حيلا وصفه عم نعملها قد ما بنضيف بصل بننسى اللي حصل، ايه، وقد ما بتكون عن جد طيبه. انه شو بتطيب في وصفات، بتعرفي في عندنا وصفات بتكون مثل برغل وبندوره، قد ما بنكتر البصل قد ما الوصفه مثل المجدره وشوربه العدس، لانه هن الاساس تبعهم البصل، يعني ما فيهم كثير انجريدينتس دلال، منشان هيك بفتكر هون ثوم، ثوم يلي اوريدي فرمناه. كثير مهم انه هلا انا عم بستعجل لضيق الوقت لتقدري تذوقي البرغل وتطلعي بلا برغل. لا بس ذخيرك لوحي لي البصلات منيحه الله يخليكم. اوكي عم لوحهم منيح، ما بريد البصله تقرش. ايه بتامري رانيا. لا عن جد انا البصل وهيك بينقزوني بالاكل شوي. لا لا عم مضطرين خافي بصل، معك حق، مش هيك انا هربانه، مشان هيك قلنا للمشاهدين انه البصل بده وقت يعني ليدبل. لكن بصل، ثوم، فليفله. فليفله حلوه، اللي بحب الحر اكيد بيقدر يحط فليفله حرة او يزيد ياسمينه حر. صح. على فكره منه هين الزيت زيتون الحر اللي عم بتحضريه دلال، منه انه عنده نكهه حر حر. بتعرفي اكثر نوع زيت ببيعه هو زيت الزيتون على حر، والثوم هو اكثر اثنين زيت على طول ما بلحق منهم، لانه الثوم بيغنيك عن انه بدأ ثوم او تفرم زيت زيتون على ثوم. في كان ما حط فرم ثوم، يعني في اكتفي هون وزيت الشيء الحر. بدي احط البصل الاخضر، لوحهم شوي، اخر شيء عم نحطهم لحتى ما يحترقوا، ما هيك دلال؟ صح. بدي احط البندوره، البندوره اوكي، هون السؤال صغير مفرومه، ما قشرتها مثل ما هي. بتعرفي في كثير حقيقة أنا بقشرهم لأنه منشان الأولاد. إيه أنا ما بقشرهم. بنرجع بنزيد فوقهم صوص طماط عصير البندورة. أوكي. بس إجباري يكون في البندورة يكون كاسيل مقصقصة، لأنه غير شيء بتبين غير طعمة. بدي أقول إنه في ناس كثير بيعملوا برغل بندورة ببصل وثوم وعصير البندورة، ما بحبوا البندورة، بس أنا شخصيا بحب البندورة، بتعطي هيك نكهة مميزة، وبزيد على وصفتي كمان عصير بندورة. عصير أو رب أو فينا كمان؟ فينا رب مع مي، في أنا أوقات بحط ملعقتين رب مع نص كباية مي، في أوقات بحط هلا اليوم حتى عصير البندورة يلي كمان بتعطي نكهة. يعني حسب كمان شو متوفر عنا بالبيت. صح. هلا بدي أضيف البرغل. دلال انا بدي اطلب منك انه نيكست برودكت يكون عصير البندوره، لانه ما في طبخه من الطبخات اللبنانيه واليخان اللبنانيه رب البندوره او عصير البندوره. عن جد ليه ما بيكون برودكت لبناني من المنتوج اللبناني، يعني لانه كثير يعني بنستعمله بكل الوصفات. صح. خلص لك لكن مني بعد شهر اتفقنا، يعني ياسمينة ورانيا بصير اسمهم ياسمينة منبيعهم سوا. ياسمينة ورانيا رب البندورة. لكن ما بقى في دلال، في رانيا باي ياسمينة. لا انا عندي دلال، انت عندك الكيك والتارت وهيك، خلص بكفي بزيادة. اسم الله عليكي. ثانك يو رانيا. انا عن جد على طول بقول بدي اشكر المشاهدين على ثقتهم، في كثير ناس بعد كل حلقه بيتصلوا فيي لانه بيحضروني بيشتروا الزيت. هلا احلى شيء بالموضوع انه اللي بيشتري الزيت بيرجع بيشتري مره واثنين وثلاثه، هيدا دليل النجاح، هيدا احلى شيء، يعني قد ايه انه عن جد بكون زيت طيب. بدي اقول انه انا كمان زيت الزيتون اللي بجيبه هو من دير ميماس من الجنوب، يعني كمان زيت زيتون طيب لبناني 100%. من 100%. خليني اقول انه اليوم وصفتي حطيت لها شويه من الملح، شويه من البهار الابيض، شويه من الكمون، يعني هي وصفه كمان تعطيها شوي. ولا مره انا حاطه كمون بالبرغل حقيقه. هلا بدك تذوقيها اجمالا على العدس اكثر. طيبه كثير. وبدي بلش احط الصوص. هون شو عملنا؟ لكينا صوص طماط مع مي؟ مع مي.
دلال لحتى ما ينشف البرغل، وهيدي مشكلة بيقعوا فيها كثير من السيدات لما بيعملوا برغل على بال لأنه كثير بيشرب. هون أساسا أنت كنت ناقعة البرغلات. إيه أنا ناقعة البرغل لمدة 10 دقايق. أوكي. وبدي أقول إنه أنا على طول بزيد الصوص، يعني أنا ولا مرة بعمل برغل ببندورة حتى وقت كباية أعمل كبايتين. بزيد على طول الصوص لأنه وقت ترجعي تسخنيهم بنشفوا بسرعة. فأنا بضلني أقول لهم إنه كثير مهم إنه نزيد الصلصة. أكيد بدنا نشتغلها على نار خفيفة، يعني بنقدر على النظر نكون عم نزيد فوق البرغل يعني شيء 2 سنتي مثلا. لو بقي صوص وفينا وهيك ما تنشف بسرعة، زيت شيء المغربية أنا على طول بترك فيها صوص. بتذكر لكسيك أمي وكل الستات اللي أكبر بيقولوا خليها ضل سمحة. إيه هيك؟ إيه معهم حق. عن جد في هيك مفردات لبنانيه ولا اهضم بالطبخ بيستعملوهم. صح مش سامعة فيها. سمحة هيدي، شفتي كيف؟ بتعرفي انه انا بالطبخ اصلا انت بتطبخي طيب. فايتة بالمون. انا دايقة اكلات على رانيا، بدي اقول للمشاهدين انه كمان اكلاتك كثير طيبين عن جد، عندك نفس كثير طيب على الاكل. رانيا بحب كثير اطبخ انا، احلى الهوبيز عندي يعني بتفشل لي خلقي. لانه على طول اكلاتك طيبين. شكرا. لا هي الحقيقه، بدي اقول كمان انه مثل ما انت كمان بتعرف. عم بينغموا علي بالاشياء، درسي طيب كثير. منيح ما بنصح اكثر من هيك. ما ببين عليك يا رانيا. لكن قد ايه بدنا نغلي البرغلات دلال؟ ما بدنا كثير وقت، انا يعني انا اليوم ما حطيت كل الكميه ليستووا بسرعه اكثر لتقدر تدوقيهم رانيا. احيانا نرجع هيك نعيد سريعا نقول انه اليوم اشتغلنا، بتعرفي من اهين الوصفات هي برغل بندوره، يعني ما بدها شيء، بدنا نكتر البصل، بدنا نكتر الثوم، بدنا نكتر البندوره، عصير بندوره، اليوم حبينا نحط شويه من الكمون، ملح، بهار ابيض، اكتفيت هون. رجعنا حطينا شوي من البصل الاخضر والفليفله كمان. بدي اختم وصفتي بالجوز، جبت شوي من الجوز يلي شوي كسرتهم مش كثير رانيا، بدي احطهم بقلب الوصفه وقدمها. الجوز هو يلي عم يعمل التويست، كمان الكمون دلال، لانه مش كل الناس بحطوا كمون بالبرغل. بتعرفي الكمون كثير كثير بيعطي هيك نكهه طيبه للوصفات، انا في كثير وصفات يخني بعملهم او بضيف لهم شويه من الكمون، يعني بغير لهم طعمتهم. انت بتحبي الكمون؟ اي انا كثير بحب الكمون، اصحاب مع الكمون. اصلا هو كثير مفيد للصحه. صح. ولل مفيد وطيب ولكل شيء. ما بدها بقى كثير رانيا لانه ما كترنا الكميه، لانه نقعتهم ولانه الغاز قوي. حلو حلو هيك. عم تعطينا اسرار هون، اسرار المطبخ. مع انه لازم نشتغلهم على نار خفيفه بس لنشهل اليوم. لنشهل اليوم على بالي اقدمهم بالفيرين، شو رايك؟ اوكي. وبيكونوا بهالوقت كمان السمكات خلصوا، يعني فينا نقدمهم سوا دلال؟ اي فينا نقدمهم سوا، ليش لا؟ شو حلو. اليوم انت حتدوقيهم سوا رانيا 100%. سمك مع البرغل 100%. برغل ما بده كثير وقت. هيك هيك طلع علي الصيت انا درسي طيب. مندوق. ليش لا مندوق. لكن نحن رح ننهي البرغل على بندوره. يلا انا رح شيل السمك ومن عنا بفتكر فينا نترككم بعد شوي، عنا بريك كم من دقيقة بنشوفهم وبنرجع بنقدم كمان ببرزنتيشن حلوة مثل العادة. يلا عم بفقفوا بناخذ بريك. بناخذ بريك. بريك. نرجع لواتس كوكينج وحان وقت التيستينج. اليوم عملنا وصفه من وصفتين فينا نقول، وهلا بدنا نحكي شوي عن الفاريانت، يعني السمك شو ممكن نحط حده اذا ما عملنا برغل على بندوره والعكس كمان. شو عملنا اليوم لكن؟ اول شيء خلينا هيك نرجع نذكر سريعا انه اليوم اشتغلنا بالسمك البانيه، مثل ما قلت لك رانيا كان في الي مثل ما كان في شوي، اليوم حبيت انه شوي، يعني انت هيك خبر المشاهدين انه حتى البانيه الشوي بكون كمان طيب.
حطيت شوية من البيض، شوية من الطحين، مزيج الكعك مع الكورن فليكس اللي ولاده بيعذبوه بأكل السمك، شوية من السمسم، حبة البركة، شو ما عندي بالبيت أنا بحطران، يعني بدنا نهونه، ودخلتهم على الفرن. أما وصفة الثانية فهي البرغل البندورة اللي اشتغلتها اليوم بالكمون مع البصل والثوم، البصل الأخضر، شوية من الفليفلة، حطينا شوية من الجوز كمان، مزجنا البرغل مع عصير بندورة، ما بدي أنسى كمان الملح البهار الأبيض والكمون كمان، حبينا هيك نقدم مع البصل. مش معقول اون توب نهار البصل العالمي اليوم مع الجوز. نعم يلي هي هيك وصفة سهلة وسريعة دلال. اذا ما عملنا برغل بندوره حد هالوصفه من السمك البانيه ليكي كثير، شو فينا نعمل حدها؟ فينا نعمل خضره كمان مشويه، انا بعمل كثير خضره مشويه بقلب الفرن. فينا نعمل حيلا، في اعمل جراتا مع خضره واكل معه السمك كمان. انا عم ذوق لحالي. يلا دلال تفضلي، اهلا وسهلا فيكي. انا بعد اذا بتحبي تذوق معلم خليها اوكي. بس كثير مهضومه كيف طلعت بانيه مع الكورن فليكس، شيء كثير لذيذ. واذا بتاكليهم مع البرغل طيب كثير كمان. حلو جايك الحديث، بس اول بدي اشوف كل نوع لحاله. سخن شوي يمكن. لا سوبر طيبه وسوبر خفيفه. ايه خفيفه كمان. ما بنقلي انا يعني أكثرية وصفاتي بحطهم بالفرن، بعدين هلا زيت القلي صار كثير غالي، كمان خلينا نحطه بالفرن أطيب وهلسي أكثر. هول اللي سخنين هون. ما بعرف كيف بدي أقدر ذوقهم، ما بقدر ما ذوقهم يعني بزيت الوقت، صعب علي. أوكي خلص الوقت لحدوقهم تحت الهواء، شو رأيك دلال؟ يلا ليش لا؟ ناخذ بريك ونرجع للميوزيكال.